أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم رياكت جي اس. تحدثنا وأخذنا فكرة في الدرس السابق عن البوكس في الرياكت، وقلنا أنها تتألف من مكونين أساسيين هما الستيت الحالة الأساسية مرتبطة بلوجيك معين يعبر عنه بفانكشن استطيع من خلاله التحكم بهذه الستيت. وقمنا بذكر مثال عنها وذكرنا أنها تم تصميمها وذلك لدعم الفانكشنال كومبوننت، فسوف تماثل في عملها الكلاسز كما رأينا هنا. وقمنا بذكر هذه الأمثلة. الآن سوف نقوم أيضاً بذكر بعض الأمثلة وتدعيمها وذلك لكي نصبح على دراية ومعرفة أكثر بهذه الهوكس. فكما قمنا هنا بذكر هذا التابع والذي يقوم بتعديل هذه الستيت الفاريبل ويقوم بزيادة عليها في كل مرة بمقدار 2، فنستطيع القيام مثلاً بإنشاء تابع آخر هنا مثلاً ويقوم بالإنقاص، وسوف نقول مثلاً decrease مثلاً بهذا الشكل، وكل مرة نقوم بالزيادة نستطيع القيام بالإنقاص، وأيضا نستطيع القيام بتدعيم هذا المفهوم وجعله يتطبق ليس فقط على قيمة معينة وإنما على مجموعة قيم. فدعونا على سبيل المثال نقوم بكتابة جدول الضرب. من أجل كتابته دعونا نقوم بإنشاء هوكس جديد وذلك لسهولة التعامل، فنقول هنا قوم بإنشاء فايل جديد نقول مثلا هوكس 2 JS، وهنا في البداية نقوم بذكر هذه ونقوم باستيرادها، وبعدها سوف نقول هنا مايل. بداية نقوم بإنشاء function، سوف نقوم بتسميته هوك نان، وفي البداية نقوم بإنشاء هذه الكونستانت المؤلفة من خانتين والتي هي الستيت نمبر، وأيضا لدينا function، وسوف نقوم باستخدام اليوز ستيت وذلك القيمة الأولية لهذه النمبر والتي هي مثلا صفر. بعدها سوف نقول هنا مايل، قم بالريتيرن وذلك على جميع القيم المتعلقة بجدول الضرب ابتداء من الصفر إلى العشرة، وفي كل مرة سوف نقوم بضرب هذه الأعداد في قيمة هذه الفاليو والتي سوف نقوم بالتعديل عليها استنادا لهذا الفانكشن. فنقول هنا مثلا قم بإنشاء div وذلك من أجل القيام باحتواء هذه الأعداد والأرقام، وهنا سوف نقوم بإنشائها مثلا نسبة إلى الهيدر 2، وسوف نقول سوف نقوم بكتابة هذا السينتاكس، وهنا سوف نقوم بإضافة هذه النمبر والتي سوف تساوي ناتج الضرب. دعونا نقوم بكتابتها من مرة في البداية مثلا بهذا الشكل تمام. أما بالنسبة لحساب ناتج الضرب فسوف أكون بحاجة إلى تابع آخر يقوم بهذه العملية، فإذا قلنا هنا مثلا قم بإنشاء تابع function والذي يقوم بحساب الريزولت، سوف نقوم بتمرير القيمة الأولية هنا والتي هي value 1 و value 2، ومن ثم سوف نقوم برد ناتج دائهما، فنقول value 1 ضرب value 2. نقوم هنا باستخدام هذا التابع result وذلك على الصفر، وهنا هذا النمبر، وأعتقد يكفي القيام بكتابة هذه الأقواس المتعرجة مرة واحدة تمام. سوف نقوم بإضافتها بهذا الشكل. تمام. الآن سوف نقوم بنهاية المطاف بالإكسبورت وذلك على هذه الهوك 2. لنقوم هنا في المين بجلبها. دعوني أقوم بتعليق هذه، لا أحتاج إليها مؤقتا. ونقوم هنا بجلب هذه الهوك 2 بهذا الشكل. طبعا لا أنسى القيام باستيرادها بهذا المظهر. جيد جدا. وبعدها سوف أقوم بإضافة زر وذلك من أجل القيام بالتعديل على هذه الفاليو والتي هي نمبر. تعالوا نقوم بجلبها من هنا من الهوك 1 هنا مثلا، مرة نقوم بالإضافة عليها بمقدار 1، مرة نقوم بالإنقاص وذلك أيضا بمقدار 1 بهذا الشكل. تعالوا نقوم بتكبيرها، فإذا قمنا بالزيادة والنقصان فنرى هذه الأعداد بهذا الشكل، وإذا قمنا بالإنقاص أيضا بهذا الشكل، ونرى أنه لا حدود لها.
جيد جدا. بهذه الطريقة نستطيع القيام بالتعبير عن جدول الضرب، ونرى هنا أن هذا الجدول يعبر عن حالة معينة من هذه الأعداد والتي هي هذا النمبر، هذه الستيت، واستنادا إليها يتم تعديل كامل الجدول. ولكن هنا قد يقول أحدكم تم البرنامج ولا يوجد مشكلة، ولكن هنا لدينا الكثير من هذه التكرارات، فهل نستطيع القيام بالاستعادة عنها بطريقة أكثر احترافية ونقوم بتلافي هذه التكرارات بطريقة معينة من كتابة الأكواد تضمن لي نفس النتيجة ولكن بكود مختصر؟ سوف نحاول القيام بذلك، وذلك هنا مثلا سوف نقوم بإنشاء تابع ثاني ليكن مثلا تابل، وهنا سوف أهتم بهذه القيمة التي سوف أقوم بتمريرها إليه. أما بقية التمبليت وهذا القالب فسوف يبقى ثابتا ولن يتغير مع اختلاف هذه القيمة، فهذه هي فقط القيمة المتغيرة التي سوف أقوم بتمريرها هنا. فنقول مثلا end، نقول هنا ما يلي: بداية قم بإنشاء متحول، سوف أقوم بتخزين هذه العمليات وهذه الكتابات والأكواد بسترينج لنقوم بعدها بمعالجتها وضمها في تاجات. فنقول هنا أولا قم بإنشاء متحول element مثلا في البداية يساوي القيمة الفارغة، بعدها قم بإنشاء حلقة فور، دعونا نقوم بالاستفادة من الأكواد الموجودة هنا مثلا أصغر أو تساوي 10، وهذا يعبر عن هذه الأعداد الموجودة من الصفر إلى 10 تمام. بعدها سوف نقول هنا لا داعي لإعادة تعريفها، وهنا سوف نقول قم بإضافة القيمة إندكس التي تبدأ من عند الصفر، ومن ثم قم بإضافة هنا X، وبعدها قم بإضافة هذه الفاليو N، ومن ثم يساوي، وهنا قم بجلب الإندكس ضرب هذه الN بهذا الشكل. طبعا هنا لا ننسى أيضا إشارة زائد. جيد، ونقوم بالمكاملة عليها، ففي كل مرة نقوم بإضافة هذا السطر استنادا لهذا الإندكس، وبعدها أحتاج هنا للقيام بالنزول سطر، فسوف أقول هنا أيضا قم بالإضافة عليها وذلك للنزول سطر. ولكن هنا نرى أنه إذا قمنا بتطبيقها، دعونا هنا نقوم برد هذه الإليمنت، فإذا قلنا هنا return لهذه الإليمنت مثلا وقمنا بتطبيقها هنا، دعونا نقوم بتعليق هذا، فسوف تكون بهذا الشكل. الآن إذا أردنا القيام بجلب هذا التابع والذي هو table على هذه النمبر بهذا الشكل، فنرى تم جلب هذه الأعداد، ولكن هناك مشكلة. المشكلة الأولى أن الخط هنا يختلف عن ما قمنا به في المثال السابق والذي كان الهيدر 2، والاختلاف الثاني أننا قمنا هنا بطباعة جميع هذه العمليات على سطر واحد، فهذه backslash n لم تفي بالغرض. لذلك من أجل القيام هنا بمعالجة هذه الأخطاء، بدل القيام هنا برد هذه الإليمنت بشكل مباشر سوف أقوم بمعالجتها. فنقول هنا قبل القيام بردها أقوم هنا باقتطاعها split، وذلك على أساس هذه backslash n، وهنا سوف نقوم باستخدام الماء، فنقوم بتبديل كل سطر من هذه الأسطر التي تم الفصل فيما بينها باستخدام backslash n وذلك بهذا التاب. فنقول هنا عند الماء قم بتوليد سطر معين row، وهنا قم بتحويله وذلك باستخدام header 2، وهنا قم بوضع هذا الرو في هذا المكان، ولا ننسى القيام بوضع هذه الأقواس المتعارجة، فنراها بهذا الشكل. جيد جدا، عندما نقوم بالزيادة نراها تزداد، وعندما نقوم بالإنقاص تنقص ولا يوجد مشاكل. في هذا الشكل نرى كيف قمنا بالاستعادة عن هذه الأكواد المتكررة، وقمنا هنا بكتابة فقط هذه الحلقة والقيام بردها بهذا الشكل بهذه الطريقة الاحترافية. وهذا التابع يعتمد على هذه الحالة الستيت التي أقوم بالتعديل عليها باستخدام function، أقوم بجلب القيمة الخاصة بها إما بالزيادة أو النقصان بهذه الطريقة. هذه بعض الأمثلة التي نستطيع القيام باستخدامها باستخدام الستيت، وهناك الكثير غيرها من هذه الأمثلة، وكلما قمنا بالتجريب أكثر كلما تعلمنا أكثر وأصبحت هذه الأمور معتادة بالنسبة إلينا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.